شغلتي بسالتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت وقاعد الأحد بنفس الوقت معي أنا مرشد الفني الزراعي جوزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني. مرحبا. اليوم بدنا نحكي عن شوي عن زراعة الحمضيات، يعني خاصة شجرة الحامض حد البيت. ما في بيت على السواحل أهم شيء إذا كان عنده جنينة صغيرة قبل كل شيء بفكر بالحامضة. ليش الحامضة؟ لأنه الست البيت بتعوزها كتير بالطبخ وبالسلطات وبكل هالمستلزمات هايدي. شجرة الحامض لحتى تنجح يعني لازم تكون أكيد مزروعة بمطرحها، يعني مش بالفي، مش بمطرح عالي عن سطح البحر، لازم تكون مدون 600 متر لتنجح كتير منيح. تربتها لازم تكون يعني طرية رفخة، مش أرض الغنية. كيف شو الأرض الغنية؟ منقول الأرض الغنية يعني اللي بتكون مجبلة، إذا حطينا الماي ما بتدوب ما بتروح بسرعة، بتاخد وقت كتير لحتى تروح الماي. يعني إذا مسكنا كمشة تراب وجبلناهم بإيدنا بيصيروا مجبولين مثل المعجوني. هيدي التربة ما بتسوى لأي زراعة الكين تقريبا، بس تجبل يعني مثل باتا مودلين مثل المعجون اللي بيلعبوا فيها الأولاد. هيدي التربة ما بتشرب الماي، والشرش الشجرة حيالك شجرة شو ما كانت ما بيسرح بقلب التربة لحتى ياخد غذاء وشجرة تكبر وتنمى. تراقد الماي كتير إذا زرعناها مثلا حد البيت عند المزراب الماي، يضل يجي عليها مي كتير الشجرة بالشتاء، بتعمل أمراض تعفن على الشرش. مشان هيك أوقات كتير بدنا نسقي الشتلة على صحة السلامة دواء هو اسمه الفيستيل ألومنيوم وتيوفينات ميتيل. هودي بعالجوا تقريبا كتير شتول، حتى شتل صغير من الخضار للشجرية لكل أنواع الشتول الحية. هيدي الأدوية بتعالج الشرش وبتخليه يرجع يمتص الغذاء وتكبر الشجرة. هلا الأمراض اللي بتجي على أغصان الشجرة، طبعا في الدودة، في دود الخياطة. كيف نعرف دود الخياطة؟ هي اللي ترسم زياح على الورقة، بتجي بين القشرة، القشرة العالية والقشرة الواطية. هي الورقة تبع ورقة الشجر مؤلفة من قشرتين، قشرة خارجية وقشرة داخلية. بقى دودة الخياطة بتفوت بقلب هالقشرتين وبتصير تخيط، مشان هيك من قلها دودة خياطة. وبتعمل المن كمان بيعمل التفاف بالورقة، بتصير الورقة تلف. كمان هذا بالعين المجردة بنعرف انه هالشجرة مريضة ولازم رش. وطبعا في الأكاروز على الحمضيات بيأثر كتير عليها، لازم دائما نكافح الحشرات هيدي بأيام الربيع والصيف من بعد الزهر. طبعا وقت الزهر ما لازم نرش الشجرة ولا لازم تكون عطشانة وقت الرش، لازم تكون شبعيني ماي ومغزية لحتى تقدر تتحمل هالدواء اللي منرشها هو كافح الحشرات. التغذية طبعا لازم تكون غذاء جيد لحتى يعود الثمر، خاصة البوتاس والفوسفات. الشجرة تعود منيح وتكبر الثمر. وطريقة السقي هي انه بس تكبر الحبة شوي، مش دغري نعطيها مي هي ومزهرة، ما بيسوى نسقيها حتى اللي ما تروح الشجرة على نمو الخضري. لازم نعطيها مجال تعطش شوي لحتى تحافظ على الزهر ويعقدوا، بس تصير حبة الزهرة قد حبة الحمص الكبيرة تقريبا، ونشوفها بلشت تدبل الشجرة، ساعتها بنصير نحط لها مي. بنحط لها مرة كل 15-20 يوم، وبعدين بس تكبر السمرة بنصير نزيدها أكتر لتصير فترة بالصيف بتموز وآب مثلا بحوالي 7 أيام لل10 أيام طريقة الصيف.
وشكرا لمتابعتكم، ولاقونا بحلقة جديدة على راديو تموز الإلكتروني، وللمزيد من المعلومات اتصال على الرقم 03-653-932. غلتي بسلتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت، وإعيد الأحد بنفس الوقت معي أنا مرشد الفني الزراعي جزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني.